من خوف وخفرة ومنقرع. أنت في كلمة محمد واسمك صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء مباراة منتخب مصر وسوزيلندا في تصفيات أمم أفريقيا وتحقيق منتخب مصر لفوز ثمين على منتخب سوزيلندا، نشرت العديد من الصحف الأسبانية تقارير تؤكد سعي قطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، وده الأمر اللي وارد جدا أنه يحصل خاصة مع قرب الانتقالات الشتوية المقبلة. أهلا بيكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن حقيقة انتقال محمد صلاح لريال مدريد. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أكدت صحيفة إس الأسبانية أن محمد صلاح على اعتاب الانتقال لريال مدريد، وده هيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وده بعد سوء النتائج الرهيب لريال مدريد في الدوري الأسباني وكمان في دوري أبطال أوروبا. محمد صلاح على رادار ريال مدريد هو وإيدن هازارد وكيليان مبابي بدرجة كبيرة جدا، وده اللي صحيفة إس الأسبانية أكدته، أن الأقرب لريال هو محمد صلاح، خاصة بعد رحيل نجم ريال كريستيانو رونالدو واللي كان هو مفتاح الارتكاز داخل الريال. تفتكروا محمد صلاح ممكن يروح ريال مدريد ولا هيكمل مع ليفربول؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا لنا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده، ما تنسوش الصلاه على النبي.